أنا بعد إذن حضرتك في النقطة دي، الحقيقة أنا بحب أحيي جدا يعني اقتحام المتحدة إنها تعمل قناة وثائقية، وده كان يمكن مطلب وحلم لكثير جدا من سواء الإعلاميين أو المثقفين عامة أو الفنانين، لأنه فعلا الاتجاه الوثائقي أو الاتجاه التسجيلي سواء كان أفلام أو برامج له أدوار كثيرة جدا جدا جدا. والحقيقه برضو احنا يعني بنضم صوتنا لصوت حضرتك، لانه ده اضافه جيده جدا جدا للنشاط الفني بشكل عام في مصر. السينما التسجيليه في مصر هل فعلا استطاعت ان تسجل تاريخنا المصري؟ اقدر اقول لحضرتك في يعني سنوات سابقه او في مراحل مختلفه من تاريخ مصر كان فعلا الانتاج التسجيلي او الانتاج الوثائقي قدمت أفلام كتيرة وبرامج عن كتير جدا من المشاريع القومية زي السد العالي، قدمت حاجات كتيرة جدا خلال مثلا فترة الوحدة بين مصر وسوريا، مجموعة أفلام. ففي كتير جدا من الإنتاج التسجيلي في فترة نقدر نقول الستينات والسبعينات والثمانينات، لما كان في كمان جهات معنية بالإنتاج. وكمان حقيقة عايزة أقول إنه برضو يعني ظهور التلفزيون المصري في بداياته كان في إدارة خاصة بالإنتاج التسجيلي، وكان هو نفسه بينتج، وكان مهم قوي إنه كمان الجهة اللي بتنتج يعني تمتلك وسائل العرض. أيوة. فبالتالي الفيلم يصل لأكبر شريحة من الناس. طب وسائل العرض يا إما السينما يا إما التلفزيون. فعشان كده لما التلفزيون المصري ابتدى وأنتج هو وبقى بيعرض، ابتدى الفيلم التسجيلي حتى يبقى له شعبية يعني على مستوى العامة. كان قبل كده بيقولوا دايما الفيلم التسجيلي موجه أكتر يعني للمثقفين للمعنيين بموضوع معين. حاليا يعني في عالمنا المعاصر، هل احنا فعلا بنعيش فيما يسمى عصر الصورة؟ ده بالتأكيد احنا بنعيش عصر ثقافة الصورة في كل حاجة. والصورة الحقيقة يعني عايزة أقول برضو إن المصريين القدماء استخدموها يعني طبعا قبل بقى مختلف طبعا. لأنه عشان كده حتى أنا كاتبة في كتابي عن السينما التسجيلية المصرية بقول إهداء إلى أول من مارسوا فن التوثيق القدماء المصريين. على كل المعابد وكل الآثار بنجد إن هم سجلوا كل الاحتفاليات بتاعتهم، كل الأحداث، حتى الشخصيات احنا بنعرف اشكالهم وكده من خلال الرسوم اللي هم صوروها. يعني فن الصوره او لغه الصوره، وخصوصا بقى دلوقتي في مثلا كمان التلفزيون الملون المالتي ميديا، فبقى يعني لغه الصوره بقت مقوماتها واساليبها كتيره جدا، الجرافيك، كل الحاجات دي بتخش في لغه الصوره.